أكسبو الصينية لملحقات أجهزة الحواسب الشخصية والهواتف المحمولة متجرها الأول في دبي، ليكون هذا الفرع مركزا رئيسيا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط. نتابع. افتتحت شركة ويوو الصينية متجرها الأول على مستوى المنطقة في دبي بحفل افتتاح حضره بعض المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة دبي. علامة تجارية تختص بملحقات أجهزة الحواسب الشخصية والهواتف المحمولة ومسجلة في 40 دولة حول العالم. هذه الشركة من الشركات العالمية المعروفة في دول كثيرة في العالم، لها تقريبا 40 تسجيل عالمي في كثير من دول العالم، منها أمريكا وأوروبا وهونغ كونغ واليابان، وهذه أول تسجيل لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم الشركة منتجات كثيرة، ومنها الله يسلمك اللي هي تختص بالموبايل أكسسوريز وتختص بالآي تي مثل الماك بوك والكمبيوترات والأشياء هذه، وكمان عندهم الأشياء الثانية اللي هي مثل السمول ترافل باجز. يستعرض المتجر حصريا هذه الملحقات التي تتسم بتصاميمها الابتكارية ضمن علامة ويوو، ليكون هذا الفرع مركزا رئيسيا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط. في سوق دبي للجملة ما كان في فكر مثل أنك أنت تعمل شيء شوروم كبير بهذا الحجم بهذا الديكور. عادة الناس كانت تطلع للأشياء هذه بس في المولات والسناتر الكبيرة. نحن غيرنا الفكر والمفهوم، سوينا شيء ممكن تشوفه أنت في سوق دبي للجملة، وممكن تشوفه بشكل مثل ما هو في دبي مول، في إميريتس مول، في المولات الكبيرة. يعني تقدم الشركة بمتجرها مجموعة من منتجات أنيقة وإبداعية تميزت بها منذ إطلاق أعمالها في العام 2011 عبر مصنعها في مدينة دونغ وان الصينية. تأسيس فرع لها في دبي كان هدفها. صراحة اللي شجعنا أنه نختار دبي هو مكانة دبي العالمية المرموقة